يضحكوا علي ما أعرف لجوالات أنا. أنا بقول أشياء فمشوها لي مشوها. تبى جوالي يا ولدي؟ قال إيه. وش تبغى حبيبي؟ قال أبغى جوال تصوير عالي الدقة وصور تحت الماي. أوب 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 أوب. إلاوة قال حتى إذا طبيت صور الناس وهو إذا طب يغرق، وإذا قلت له تعال صورني صور رجايلك. كمالية بعد حين بعد موضة جديدة ساعة عادية. قال لا ساعة ذكية. ليش عيوني؟ قال أنبا تحسب خطواتي له وهو يتغدى ينسدح يتعشى ينسدح. وين الخطوات يا أبو كماليات؟ وخذ على إيدك في بيوتنا في سياراتنا. تروح سيارة أنت ما أخدنها فيها ضرورة وفيها كماليات صح؟ واش فول أوبشن؟ إيه عادي صح لو لا؟ فول أوبشن على فول أوبشن فتحوا له فتحة من فوق. وين من كثر الأمطار ولا هذا من تفتح نزلت عليك الرطوبة. عاد الغبار كماليات. السبب الثاني ركزوا عليه، هذا لازم تركزوا عليه جيد جدا. السبب الثاني ثقافة عالمية تدفعك لركوب الموجة الاستهلاكية. قضية مو قضية راجعة لك بس أنت، لا، هذه ثقافة عالمية تدفع الناس لموجة استهلاكية رهيبة، وأنت عليك وشو تركب. يقول بعض الباحثين منذ أن أصبح النظام العالمي يعتمد على الأسواق العالمية والأسواق الحرة أصبحت النزعة الاستهلاكية جزء من ثقافة الواقع، ومن هنا أصبحت ثورة الإعلانات من أهم الوسائل التي تعتمد عليها تلك الشركات في دفع الناس لشراء أشياء لا يحتاجون إليها. بل يعلق الدكتور زيد الرماني وهو كاتب سعودي يقول إن الذي يميز العادات الاستهلاكية الحديثة من تلك التي كانت سائدة في عصور سابقة هي أننا أكثر ثراء من أسلافنا. عندنا وإيش؟ فلوس. لكن الثراء ليس هو السبب الوحيد الذي يدفع الناس للإنفاق دون مسؤولية، بل هناك أطراف دولية تسعى لأن تجعل السلوك الاستهلاكي سلوك طبيعي لدى المجتمعات بشكل يصب في مصلحتها. يعني وش؟ كلها تشتغل حتى أنت استهلك. بعطيك أمثلة حتى لا تصير وين في السماء أنت. المثال الأول، في السابق البيوت الأسر وين من وين كانت تأكل؟ تطبخ وين؟ جاوب. تطبخ في البيت بنسبة 90% صح؟ قد في الإجازات يأخذ من ال وانتهى الأمر. وش سوى الآن السوق العالمي؟ قام بتعبئة السوق بماذا؟ بأفخم المطاعم، أحدث المطاعم، أحلى المأكولات، ألذ المشروبات، ألذ الحلويات، وأمطر السوق العالمية بها. وكل يوم طالع شركة كيك، كل يوم طالع شركة همبرجر، كل يوم طالع محل شاورما. أمطروا المكان إمطار، ولهذا أنت صار الأكل اللي برا ألذ، صار الأكل اللي برا أسرع، صار الأكل اللي برا أفخم أكثر تنوع. وش صار الآن؟ أنت وش صارت الأسر؟ ركبت الموجة. صار الآن إذا طبخ في البيت في النادر صح لو لا؟ ولكن الآن الأكل أكثر وين؟ في الخارج. الأول إذا كنت تصرف على دجاجة مع رز في البيت قد ما تبلغ 20 ريال صحيح؟ الآن روح خدها من السوق قد تبلغ 50 وأكثر. هذا عبء اقتصادي أجبرت عليه، لازم تركب الموجة. اثنين، الأول وإيش حالات الشاي المخدر؟ شاي مخدر ونعنع وحبك الله 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 معدلة واخده من بوفية بريال وسكر زيادة معدلة وكافي بحليب ويعبي لك عدل وتاخده بريال. الحين السوق العالمي غير المود من بوفية كافي شاب
صح لو لا؟ من قهوة عربية كافيه لاتيه من ريال 20، كافي بحليب قال كابتشينو كم؟ 20. ركبت الموجة حين من اللي يروح بوفية بريال كابتشينو معدل آيس موكا واشتغل. ركبت الموجة. ثلاثة، الأسر في السابق كانت تروح محل تشتري فانيلة سروال خلصنا في أمان. لا، الآن أغرقت السوق الماركات العالمية، صار الواحد جوتيه ماركة، شنطته ماركة، بوكا ماركة، بنطرونه ماركة، فانيلته ماركة، صح له؟ والماركة غير العادي ادفع. ركبوك من هذه الموجة. أربعة، وش سوى الآن السوق العالمي؟ قال بس دي؟ لا، عوض أنك تذهب إلى المحلات لتشتري وتضرب إلي مشوار وبنزين وتعب ويمكن تحصل مفتوح لو لا، الآن سوق إلكتروني، توفير السوق الإلكتروني وانت قاعد واشتر. انت الأول تضرب 1000 حساب حق تبى فانيلة، وش يوديك وش تشوف مقاسات وترجع وتروح، صح لو لا؟ الآن يقول لك لا، على الحبة، عص المقاس حجم في أي دولة في العالم. ولهذا أنت عندك الحين وش؟ خيارات، وعندك سهولة للإنفاق حتى لو ما تبغى وش؟ ركبت الموجة. خمسة، ظاهرة مولانا الكريم الفاشينست، فاشينيستا، وهم وش؟ مشاهير السوشيال ميديا، صحيح أم لا؟ شوف مولانا الباحث الكويتي ناصر المجيبل، ركبوك الموجة، يقول، وهذا متخصص في الإعلام، قال إن ظاهرة الفاشينيستا تمثل مرحلة طبيعية من مراحل تطور الأسواق، فالمنتجون بحاجة لابتكار واستثمار أي وسيلة جديدة تساهم بالترويج لمنتجاتهم، وكانت ظاهرة فتيات الإنستغرام فرصة جديدة للمنتجين للدخول إلى أسواق والوصول لشرائح جديدة من المستهلكين. ويؤكد على أن هذا التطور ليس مشكلة في حد ذاته، لأن عبارة عن واش؟ ماركتينج، تسويق سلعة، وين المشكلة؟ قال فهو وسيلة في ترويج وتسويق مبتكرة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في التدخل والتداخل في حياة هؤلاء التجارية والشخصية في ذهن المستهلك أو المتابع، فالمتابعون يعتقدون أن حياة هؤلاء الناس هي الحياة الطبيعية والمثالية، صح لو لا؟ هي الطبيعية المثالية، وبالتالي شوف المرأة أنبأ أروح ده المطعم اللي راحت فيه، أنا أنبأ أروح إلى هذا الفندق اللي راح فيه ذاك المشهور، خلنا نروح للبلدة اللي راح لها ذاك. ليش؟ لأن التصوير هذا الأسلوب المبتكر في التسويق خلاك ترى هذه المثالية، أنت الناقص، روح وخلوك تركب. وضحت شباب لو لا؟ واضح؟ ثلاثة، السبب الثالث، عادات شرائية خاطئة. أول عادة، هوس الشراء. في ناس عندهم هوس الشراء، يعني وش؟